السلام عليكم حبايب، مرحبا بكم في قناتكم مرافق شاوي. مرحبا بكم في فيديو جديد. موضوع اليوم كما شفتوا في العنوان راح نتكلموا في الموضوع تاع ليمينار، في الموضوع تاع ليجان اللي قل من 18 سنه. وقبل ما نبداو لا فيديو، في الفيديو السابقه درنا شالنج، قلت لكم اللي يلقى واش هي لا سبيسياليتي اللي جابها لي صاحبي من الجزائر، لا سبيسياليتي تاع قسنطينه الماكوله اللي جابها لي صاحبي من قسنطينه واش هي، قلت لكم الخمسه الاوائل اللي يلقاوها راح ندير لهم ديديكاس في هذا الفيديو. وكانوا خمسه من الناس اوائل اللي لقاوها، وهي الجوزيه القسنطينيه، ما كانش اللي ما يعرفهاش. الور بهذا راح نبداو ديديكاس الاولى هي النافا. الديديكاس الثانيه هي السيد علي بوشريط. الديديكاس الثالثه هي الجزائري وافتخر. الديديكاس الثالثه هي الاسلام باسم. والديديكاس الخامسه هي بدرو بينغ. انتما خمسه يعطيكم الصحه، وباش تزيدوا تشوفوا دي شالنج واحد اخرين. شالنج تاع اليوم هو انستغرام، لازم نلحقوه 10000 ابوني. راني في 7000 وحاجه، ما باقيش بزاف، يعني تلحقوني 10000 ابوني راح نهز 5 ولا 10، سا ديبون، راح نهز 5 ولا 10 من لي نوفو زابوني اللي دخلوا معايا في انستغرام، وندير لهم ديديكاس في الفيديو اللاحقه ان شاء الله. وقبل ما نبداو في الموضوع خوتي الاعزاز، نتلاقاو بعد هذا الفاصل ونقصروا فيها. حبايب، هدرنا في العنوان وقلنا راح نحكيو على القاصر، على الليجان اللي حابه تحرق. وانا اليوم راح نتكلم بالحاجه الاولى، راح نتكلم على الليمينار اللي راهم ديجا لهنا، ومن بعد راح نتكلموا على الليمينار اللي مازالهم في البلاد، سا ديبون في الجزائر، تونس، المغرب، مصر، سا ديبون وين راهم. راح نبداو ايتاب بار ايتاب. اليوم دركا توت سويت راح نبداو نهضروا على الليمينار اللي ديجا راهم هنا في ارض الواقع. خويا العزيز، اختي العزيزه، اذا راك مينار وراك في اوروبا، ما تضيعش وقتك وما تتبعش هدره الناس، وما تروحش تسرق، ما يجروش عليك يقولوا لك ارواح نروحوا نسرقوا، ولا ارواح نروحوا ندير وديكا. ما تخافش، انا مينار، اما يديروا لنا والو، راهم يحكمونا، راهو ساعتين من زمان يطلقونا، راهو منا يحكموك، يرحيو لك راسك بالهضره، وتلقى روحك رايح تسرق ورايح تدير في المشاكل. هو صح كي يحكم كل هنا ساعتين وراح يطلقك، بصح يا اخي دير حسابك بيان باللي راهو يحكمك ويطلق. بصح نهار تقفل 18 سنه يحكمك في كونترول عادي، يا الحبس يا البلاد، وراح تخسر هذيك البيريود اللي فوتها انا، سا ديبون عام ولا عامين، راح تروح هباء منثوره على جال الصرف، على جال التفاتف، على جال ما كان والو. ديجا انت اللي راك هنا وراك تشوف فيا وراك تسمع فيا، خويا العزيز، ما تريحش وقتك، يرحم والديك، ما تضيعش وقتك. في صندوق الوصف كتبت لك جميع الجمعيات بالعناوين نتاعهم، الجمعيات اللي يعاونوك قبل ما يروح الحال، قبل ما تغلط، وقبل ما تكمل في الغلطات نتاعك راهو يروح عليك الحال. ازرب، راني حاطتهم لك لتحت، الجمعيات اللي يعاونوك خويا العزيز، اقسم بالله يعاونوك. انك تروح لعندهم تقول لهم بلي راني مينور، وتسيي كيفاش تجيب الوثائق تاعك من البلاد اللي يثبتوا انك صح مينور، باسكو هنا راهم يعاونوك، راهم يدبروا لك ايبرجومون، راهم يديرولك خلصه، يديرولك خلصه صغيره ماهيش كبيره بزاف، سا ديبون، جو سي ما على باليش قداه اكزاكتومون يخلصوهم، مي يسكنوك ويخلصوك، يقريوك، يديرولك، يبعثوك دير ستاج، وعندك امل كبير انه كي تقفل 18 سنه راح تدي الاوراق، اذا كنت انت سيريو وتبعتهم في جميع ما يقولوا لك عليه. وراهي تتفرق، راهي تتفرق من واحد كيعود في عمره 17 سنه، ماشي كيما واحد كيكون في عمره 15 سنه. كيعود في عمرك 17 سنه لازم تكون فريمون ريقله معاهم، لازم تكون هك ريقله معاهم وتتبعهم، وتكون في جميع المواعيد، اي موعد يعطيوك لازم تكون معاهم، لازم ما معطاولكش موعد، لازم ديما تروح لهم وتبين روحك وسيريو، وقول لهم راني لازم، انت اللي في عمرك 17 سنه وراك اللي هنا
لازم تلصق في الجمعيات هذو باش يدبروا لك ستاج، يدبروا لك ستاج يدزوك فيك شي بلاصه تخدم. سي بس كون تدبر ستاج انت في عمرك 17 سنه وتدبر ستاج وتقعد معاهم عام كامل وريقله وسيريو وما درتي حتى مشكل، راك عندك امل كبير انك تدي اوراق الاقامه في فرنسا، كما ايضا راح يكون عندك امل كبير انك انهم يلقاو لك عائله فرنسيه اللي تحتضنك، شغل مش تربيك مي تحتضنك، هي اللي تولي مكلفه بيك، وراح يكون عندك امل كبير خلاه انك تدي الاوراق. وكاين اللي قل من 17 سنه صادي بون 16 18 انتو 16 و 15 سنه، لازم انت اللي راك هنا وفي عمرك 15 ولا 16 سنه ازرب روح عند الجمعيات هذو اللي كتبتهم لك لتحت، رامي يعاونوك، رامي يعاونوك. سيرتو انت عندك امل كبير اللي في عمرك 15 واللي في عمرك 16 سنه، باسكو اذا تبعتهم سيريو وقريت ويدخلوك ليكول تقرا، يدخلوك ليكول تقرا، يدبروا لك وين تسكن، يديروا لك كل شيء، و18 سنه عندك امل تاع 80% انك تدي اوراق الاقامه. وكان يكونوا لقاو لك عائله الفامي داكي اللي تستقبلك وتحكمك عندها، عندك امل كبير انه على 18 ولا 19 سنه عندك امل كبير انك دوموندي حتى الجنسيه وتديها. يعني ما تضيعوش وقتكم، يرحم والديكم، ديروني كي خوكم كبير، ديروني كي خوكم كبير، راني نعطيكم في نصايح اقسم بالله بشر ما يعطيها لكم. رامي يجروا عليكم يقول لك اروح تسرق، اروح منا ما تخافش، ما يديروا لك والو، اما يديروا لك والو، ام صح ما يديروا لك والو، بصح والله 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 يا نهار تقفل 18 سنه، يا يشبعوك حبس يا يبعثوك تروح، واحد تكون خاسر في كلتا الحالتين. يعني ما تتبعش الناس خويا العزيز يرحم والديك، ما تتبعش الناس، روح تبع هاد الجمعيات، باسك انت علاه حرقت، علاه جيت لهنا مادامك مينور، علاه جيت، انت جيت باش تسرق، جيت باش اما كان والو، دراهم ماهمش دايمين، او اللي يدوم عليك يدوم عليك طريق الصح، هذيك هي اللي راح تنجح بها، باسك انت ماكش راح تقعد طول عمرك في عمرك 16 و 17 سنه، راك راح تكبر وراح تولي عندك مسؤوليه، باسك هنا كي تفوت 18 سنه راه واحد ما يلهى بيك، لازم انت تلهى بعمرك، لازم لك السكنه ولازم لك الخدمه ولازم لك ولازم لك ولازم لك. بصح انت اذا تبعتهم منين كنت صغير حتى قبل ما تقفل 18 سنه راح يكون عندك امل كبير انك راح تنجح في حياتك في المستقبل ان شاء الله. ودرك اخوتي الاعزاز راح نروحوا لخاوتنا لي مينور اللي راهم في البلاد الجزائر المغرب تونس. انتوما بعتولي بزاف، بعتولي بزاف دي ميساج في انستغرام في فيسبوك في لي كومونتير في يوتيوب، بعتولي بزاف. واحد يسقسيني يقول لي خويا اسكو نقدر نطلع بفيزا واسكو تسهله، واحد يقول لي خويا كي نوصل ثم اسكو كاين سونتر يعاونني ولا من هنا، واحد يقول لي هيك واحد يقول لي هيك. حاجه الاولى كي تعود مينور ما عندكش الحق يعطيوك فيزا وحدك، لازم يكون معاك ولي امر، ولي امرك صادي بون باباك امك ولا واحد اللي مستكلف بيك، واحد اللي كافلك هو اللي لازم تروح معاه لاوروبا. ما تقدرش تروح لاوروبا وحدك هكاك، تروح ديبوزي دوسي تاع فيزا باسكو ما يعطيولكش، باسكو مينور مازالك قاصر صافي ما يعطيولكش فيزا. حاجه الدوزيام اسكو كي تجي لهنا راح يعاونوك وراح يديرولك وراح يديرولك. خويا العزيز انت مينور راك في بلادك مازلت صغير، اذا مازلت تقرا اعطيها نصيحه من عند خوك وان شاء الله تتقبلها مني كنصيحه اخويه، ماهيش كواحد قاعد يعكس فيك، باسكو مازلت صغير، زالت الدنيا تغني لك ومنا، باسكو حنا كلنا فتنا عليها لاج هذا، الدنيا مازالت تغني لك وتقول لا اوروبا ومنا وتبان لك مكان ما تبان لك ما والو، باسكو هنا راهي تمشي وتصعب دو بير اون بير، راهي تمشي وتصعب. وان شاء الله في الايامات القادمه ان شاء الله ندير لكم فيديو مع دي مينور هنا يحكي لكم على ارض الواقع، يحكي لكم واش كاين صح، بس انا ما جيتش نكذب عليكم، انا شت بعيني شت بعيني. كاين بزاف دي مينار لهنا اللي ضايعين اللي يباتوا لبرا ويباتوا يسرقوا ويديروا في المشاكل ومنا وحالتهم حاله وما نحكي لكش. خويا العزيز انت مازلت في البلاد مازلت صغير، الحاجه الاولى اللي تروح ديرها اذا مازلت تقرا كمل قرايتك خويا العزيز، باسكو قرايتك هذيك هي سلاحك اللي راح تعيش به حياتك كامله. كي تقرا تكون قاري، تكون قاري حتى كي تطلع لهنا تلقى روحك باسكو قاري. انت كي تجي مينور في عمرك 16 سنه ولا وش راح دير هنا يرحم والديك؟
واش راح تدير؟ لا لغه لا ميتي لا حتى شيء. انا هدرت مع الاول على اللي راهم هنا، باسكو اللي راهم هنا خلاص تحشات، راهم ديجا لهنا، راهم ديجا لهنا، راني عطيت لهم نصيحه وقلت لكم روحوا هم الجمعيات هذو يعاونوكم. وهذا كلام ماهوش موجه ليك انت اللي في البلاد، انت اللي في البلاد انا نعطيك نصيحه مني ان شاء الله تتقبلها. هو يا حبيبي اذا ما زلت تقرا كمل قرايتك، ومن بعد خمم في الهجره، بس كي تقرا وتكمل قرايه وتروح تهاجر راح تنجح في الهجره نتاعك. اذا حبست قرايتك ماكش تقرا، تعلم ميتي ولا تعلم زوج ميتيات، تعلم لغه تاع البلاد اللي راح تروح لها، اللي حاب تروح تستالي فيها، وخصيصا تعلم الانجليزيه، باسكو الانجليزيه راح تنجح بها في اي بلاد، اي لغه عالميه. وما تقوليش اها اناني هناني في الميزيرية، انا اكزومبل واحد يقول لك انا والدي توفى ولا واحد منا، كيف كيف خويا العزيز ميزيرية لهيه، هنا ميزيرية اكثر لهيه، ديما ديما عندك عائلتك عندك فاميلتك اللي ممكن يعاونوك، مازالت الناس فيهم الرحمة. هنا يا حبيبي هنا وياكلك الكارتون برا، ياكلوك لي باركينج، يحكموك الناس يبروفيتيو فيك لو ماكسيموم. كاين هنا ناس سبيسيال يحوسوا غير على لي مينور غير باش يدزوهم على رصانهم، وباش منا وباش منا وباش منا. يعني خويا العزيز على وجه ربي اذا راك تتفرج فيا خطاكش تبغيني ولا راك تشوف واش راني نهدر حاجه مليحه، يبالا دير عليا خويا العزيز اقسم بالله تنجح. مازالك في البلاد تعلم ميتي، تعلم زوج ميتيات، تعلم لغه، باش حتى كي نهار تهاجر اجي بسلاحك. انت كش مشتي واحد راح يروح يحارب، جندي رايح للحرب رايح بلا سلاح كانش منها، ولا واحد راح يروح فاكونت رايح بلا باجاج ما كانش منها. حب تهاجر مازالك مينور، تعلم دابور الميتيات كي تولي اكثر من 18 اكثر من 18 سنه، ثم نقدر نعطيك نصايح ونقدر نقول لك هاو واش دير هاو واش دير هاو واش دير، ونوريونتيك الطريق الصحيحه. يعني خويا ولا اختي العزيزه اللي مازالكم صغار، سيو كيفاش تنحيوها من مخكم هذا هذا الهجره وهذا الحرقه، باسكو راك حتلقى غير التمرميد، راهم حيبروفيتيو فيك، راهم منا. وراو يا خوتي العزاز هاد الهضره اللي هدرتها مع الاول اللي هدرت فيها على لي مينور اللي راهم هنا، وقلت لكم باللي راهم يعاونوكم، راهم يعاونوا بصح راهم ما يعاونوش الاغلبيه، راهم ما يعاونوش، راهم يعاونوا نسبه قليله، النسبه هما اللي يشوفوهم، هذوك اللي يشوفوه سيريو معاهم ويتبع فيهم ومنه هذاك يعاونوه، بصح هذاك اللي يروح غير هذاك اللي يروح لهم غير باش يعطيوه وين يسكن ولا باش يعطيوه ياكل، هذاك راهو لا امله، هذاك 18 سنه يقولوا له اتكل على الله وما يعاونوه حتى في حتى حاجه. لازم هنا باش تنجح وانت مينار لازم تتبعهم صح، لازم تكون سيريو معاهم، لازم تكون ريقله معاهم باش عندك امل تدي الاوراق بعد 18 سنه. بس هذاك المينور اللي يجي هنا غير في مخه هو الجمعيه هذيك راح تعاونه غير باش وين يرقد واش منه، ما راك ما 18 سنه يقولوا لك اتكل على الله اخويا ما نقدروش نعاونوك، قادر حتى ما يعاونوكش خلاه مام في عمرك 17 سنه ولا 16 سنه قادر يرميو الكلمه كي ما يشوفوكش سيريو. يعني خويا العزيز ولا اختي العزيزه ان شاء الله كلامي هذا يكون فادكم، وتكونوا سمعتوه بمخ كبير، ما تقولوش راهو يبخل فينا، راني ما نبخل حتى واحد، انا راني نمد وراني نجاوب كيما نعرف وش الحاجه اللي نشوف فيها مليحه ليكم انتم، راكم كي خاوتي الصغار، راكم بالك كي ولدي. ولا كونك سيريو، اقعد في بلادك، كمل خدمتك، كمل قرايتك، ولا روح تعلم ميتي ولا زوز، موش تعلم ميتي واحد برك وخلاص. عندك الوقت، عندك عامين، مازال لك عامين باش تقضي 18 سنه، تعلم ميتي، تعلم زوز، تعلم الميتيات الملاح اللي تنجح بهم هنايا في اوروبا. اقسم بالله نهار كي تجي درك تقول رفيق شاوي صح عنده الحق واش كان يقول، والله غير عطاني نصيحه من ذهب، ومانيش حنلقى نصيحه كما هي. هذه هي خوتي الاعزاز، ان شاء الله هاد النصايح اللي عطيتهم لكم تتقبلوهم مني كأخ كبير، تتقبلوهم مني كنصيحة من القلب ليكم انتوما، باسكو راكم خاوتي وراكم انتوما الجيل الصاعد نتاع بلادنا ونتاع اي بلاد، راكم انتوما لا باز، راكم انتوما كي تهاجروا هنا مينار وتجي هنا تضيع، راهم نزيدوا نضيعوا اكثر واكثر. يعني راكم انتوما اللي نورمالمون راكم انتوما اللي راح تحكموا لا روليف، راكم انتوما اللي راح تحكموا لا روليف، باسكو انا ديجا كنت نشوف في روحي صغير، مي انا ديجا كبرت،
انا لو 22 لو 22 سبتمبر لانيفرسير تاعي وديجا نعت شوفي روحي كبير انا بنتي ما شاء الله ولا تمرا يعني ان شاء الله تتقبلوا مني هذه النصايح كاخوكم كبير وديروا عليا والله الا العظيم تنجحوا. وبهذا خوتي الاعزاء وصلنا لنهايه الفيديو ان شاء الله هذه النصايح هذو يكونوا عجبوكم وان شاء الله ديروا على النصايح نتاعي مش غير تشوفهم برك وتزابي وهذه هي ونتلاقاو في فيديو لاحق ان شاء الله. بلا ما تنساو ابوني في انستغرام مازالو دي شالنج بزاف راهم جايين ودمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم.